يا حمود في اي كابل الكهرباء اللي وصل للدينامو ضعيف؟ كابل الكهرباء اللي وصل للدينامو ضعيف. طيب هنغيره. ده لازم يتغير. نعم لازم يتغير. طيب السؤال هو ما كانش باين واحنا بنغير الدينامو؟ كنا غيرناه وقتها. لا شغال كويس. كان شغال كويس. ده كان شغال كويس. بس الدينامو ده عشان قوي. ايوه. فنحتاج كابل بسم الله ما شاء الله محمل، لكن ده كان أيوة. ضعيف قوي. ايوه ايوه. طيب هنجيب كابل كهرباء نغير سير الدينامو بالمره ونغير السير، مش كده ولا انت ايه رايك؟ لا صح تمام. عايز تصوره؟ طبعا انا بصور قاعد. ده فيديو انا بصور، بس اللي هو الايه ان السلك السير واضح قوي ان هو اهو. مش كده؟ مقطوع. اللي هو هيقطع.